أعزائي المشاهدين، برحب فيكم مرة تانية وبرحب في مروة. إن شاء الله عجبتك الطبخة اللي. كتير طيبة. أوكي. نبتدي نجهز هلأ طبق الحلو. حنعمل نوع هيك بسيط من التارت محشي بالجبن. نشوف مع بعض المقادير. تارت الجبن بالجوز. مقادير العجينة: 2 كوب دقيق، ملعقة كبيرة بيكنج باودر، 2 ملعقة كبيرة جوز مطحون، رشة ملح، كوب زبدة لينة، 2 حبة كبيرة بيض، ملعقة صغيرة فانيليا سائلة. الحشو: 8 مكعبات جبن كريمي، ربع كوب سكر ناعم الحبيبات، بيضة، نص ملعقة صغيرة فانيليا سائلة. الطبقة العلوية: كوب سكر ناعم بودرة، ملعقة كبيرة حليب، ربع ملعقة صغيرة فانيليا سائلة، وللتزيين جوز مقطع أنصاف أو صحيح. أعزائي المشاهدين، أنا ومروة اليوم حنعمل الحلو. أنت ما عندكش فكرة طبعاً عن الكب كيك هذا أو التارت اللي. لا أول مرة. أوكي. حتجربيها، رائعة بسيطة. الوصفة كعجينة كتير يعني سهلة. أنت قلتي لي مش كتير إلك في الحلو، ولكن أنا اليوم ححببك بعمل الحلويات. أنا لقيت لك وصفة كتير بسيطة. نحب الحلويات بس مش شاطرة يعني. لا الحلويات. بس هذه كتير كتير سهلة، وشفتي كيف طبخة الرز كانت برضو كتير سهلة. إحنا في البداية طبعا بنبتدي ندرس الوصفة اللي بدنا نعملها، نقرأها بالكامل. دائما هذه قاعدة خليها عندك مروة، نقرأ الوصفة، نحضر كل المكونات اللي بدنا إياها في الأول، نشوف إذا بدنا تسخين الفرن في البداية أو إذا في معجنات تحتاج تخمر أو ترتاح. إحنا وصفتنا اليوم الحلو فيها أنها ممكن تشتغل فيها على طول داخلها الفرن. إذا صار في مجال تحطيها بالتلاجة كان بها، ما في مشكلة على طول يعني. في بعض الوصفات يقولك لا لازم تخليها ترتاح. هذه لا سهلة. ببتدي أجهز الفرن على درجة حرارة 180 وابتدي أجهز القوالب. من فضلك مروة، شايف القالب هذا قوالب الكب كيك الصغيرة أو الميني، هذا اللي حنستعمله لهذه الوصفة. صار موجود وسهل كتير يعني، في بالأسواق منه، بس نختار طبعا دائما نختار نوعية جيدة. القالب ما بيحتاج دهن، ما بيحتاج أبدا نحط فيه أي شيء، هخليه على جنب جاهز جنبي. وهالمكونات اللي عندي أنا بدي أقسمها لثلاث خطوات أو ثلاث مقادير: السكر الناعم والجوز والحليب، هدول للتغطية في النهاية. دائما لما ترتب شغلك تلاقي كتير مريح. عندك الجبن والسكر والبيض، هدول حيبقوا للحشوة، نص البيض هون نص البيض هون. هاي المكونات حنحتاجها للعجينة نفسها. نبتدي نجهز العجينة بسيطة. عندي هون مقدار الطحين، كل المكونات هحطها مع بعض في وعاء الخلاط مرة واحدة. هحط الطحين، هحتاج ملعقة كبيرة من البيكنج باودر، وطبعا دائما المكيال يبقى عندي ممسوح. برضو البيكنج باودر مباشرة على زي ما شفنا الطحين. هحتاج رشة ملح، رشة ملح صغيرة يعني هيك بطرف ايدي. هون هحتاج معلقتين، ممكن تكتري شوي اذا حبيتي الجوز، ممكن تقللي وممكن تلغي يعني طعم بسيط هيك. معلقتين، ممكن 3-4 معالق، مش اكثر من 4، ممكن ربع كوب يعني بيطلعوا معاكي على حسب ما بترغبي طعم الجوز يكون في الوصفه اكثر. الزبده بتكون مطلعاها من الثلاجه تبقى عندي لينه شوي، وححط شويه فانيليا ومضرب العجين وابتدي اشغل. هحتاج البطين، احنا البطين مقدار الحشوه هون 3 وهون 1. هضيف في العجينه بطين وفي الحشوه 1. انا بحب دائما اكسر البيضه قبل ما اضيفها، بتاكد انها صالحه. وناخذ واحده ثانيه، وطبعا البيض نكون طالعينه من الثلاجه قبل بوقت عشان نعرف نشتغل فيه كويس. يبقى هالمكونات كلها هشغل الخلاط لغاية ما تتكون عندي العجينة. لاحظي مروة كيف ابتدت شوي شوي تتشكل عندي العجينة. مجرد ما تتشكل خلص بوقف عجن وعلى سرعة بطيئة. لازم تكون تقيلة. هلا حتشوفي سوفت مش تقيلة، لا بالعكس
لاحظي بسرعة بطيئة خالص، ما بتحتاج منك أي مجهود، مجرد ما خلص دمجت هيك مع بعضها خلص. هوقف أنا الخلاط. هلأ ممكن أشيل مقدار في طبق. المقدار العجينة هذا بيعمل لي، إحنا عنا هون القالب هذا فيه 12 قطعة، 12 حبة، بيعمل لي 12 و12 و12 24 24 و12 حسبيهم مع بعض، يعني 36 يعني كمية ما شاء الله منيحة. أنا هاخد شوي من العجينة هخليهم في الطبق جنبي بالشكل هذا، ونأخذ القالب. القالب هلأ عندي طريقتين لتشكيل العجينة، إما أخذ كرة بالطريقة هاي، أحط الكرة بالشكل هذا وأبتدي أضغط عليها بأصبعي بهالطريقة عشان تغطي طبعا الجوانب والقاع. لاحظ كيف هذه الطريقة. أو إذا بتحب الطريقة الثانية، إذا موجود عندك قبل شوي تتذكري لما كنا بنجهز قلتي لي إيش هذه القطعة، حورجيك هلأ لإيش. هحط العجينة بالطريقة هاي. هلأ هون أنا بحتاج بس أقطع العجينة إلى كور، خدتي بالك؟ بس قدر الإمكان حاولي تكون كل الكور متساوية الحجم قد ما فينا، يعني كل ما كانت متساوي هلأ كل ما بالآخر طلع معاكي مقاس الكب كليته واحد. بنقطع بالطريقة هاي. أنا بحاول أعمل لك الخطوات بالتسلسل عشان ما تتغلبي. نجهز القالب، نحط فيه العجين، وبعد هيك نبتدي نمسك الحشوة. هيك بتلاقي شغلك في المطبخ أصبح متعة، يعني لأنه هيك ساعات بتوقفي بالمطبخ بتقولي أنا لا تعبت، بس ما بتعرفي السبب، إنك تبذلي مجهود يمكن مش محتاجة الحشوة، وترجع للعجين وترجع تقطعي وترجع. لا، لما ترتبي خطوتك بتلاقي فعلا وقفتك في المطبخ أصبحت متعة ومريحة. نتخلص من هذا الطبق، وهلأ ببتدي أعطيني ببتدي بس أضغط ضغطة خفيفة. يبقى ضغطة خفيفة مع تدوير. شوفي أنا بس شوي مروة إذا بتلاحظي عم بحاول ألف إيدي هيك بشكل عشان تعطي الشيب. لاحظي أوكي. رشة طحين هيك شوية، بغطسها بالطحين وأبتديها. شو رأيك تجربي؟ بسيطة جربي، بس بدك يعني معلش أجربيها، بدك تضغطي لغاية ما توصل الأطراف وتلفي. أيوة تمام، بس ارفع إيدك بيرفكت. أها تمام، بس حاولي تخليها بالسنتر مظبوط. سنترها. نجرب الثالثة. اها بيرفكت. اضغطي في الأول، أول إشي اضغطي ضغطة. أيوة بعدين ابتدي. أيوة أيوة تمام ما شاء الله عليك بيرفكت. أوكي هلا نبتدي نجهز الحشوة. الحشوة هحتاج طبق حامي شوي، جبن كريمي. احنا متعودين الجبن الكريمي اشكال والوان في السوق، ولكن هذه المربعات بتبقى سهله للشغل على طول، بتقدر تشتغلي فيها وسوفت. يعني هبتدي اضيف بيضه، ممكن تكسري لي بيضه هون لو تكرمتي، لبما احط انا الفانيليا. ثانك يو. وأضيف السكر. ممكن إذا حبيت بشوكة أو بمضرب اللي متوفر عندك ممكن نستعمل هذا المضرب. أي إيش ممكن بالشوكة برضو بيمشي الحال. أبتدي أحرك بس هالخليط مع بعضه لغاية ما ألاقي إنه الجبن صار عندي ناعم، يعني مش شرط قوي. لاحظ هلأ قطع الجبن هاي صغيرة شوي شوي، عادي ما في مشكلة عندي تتفتت هلأ أثناء الخبز، فما تشغليش بالك إنها تبقى 100% سوفت. يعني احتاج هلا معلقه وابتدي اوزع في داخل كلنا. اعتقد وصفه سهله، شو رايك؟ انا شايفتها سهله. لا انا سهله. اوكي ايش اللي ممكن تحسي بغلبك فيها يعني؟ او لما هلا لما نعملها الواحد بيشوف النتيجه، يعني هي هون تزبط معه. لا تقلقيش، هلأ مجرد أني حدخلها الفرن على درجة حرارة 180 شي 12 دقيقة تتحمص هيك وبتبقى تأخذ لون ذهبي. من 12 ل15 حسب طبعا فرنك، يعني حرارة خفيفة 180 180 وبس تطلع من الفرن. بنحط لها خليط السكر، عبارة عن سكر ناعم مع حليب وحبة جوزة على الوش، وتستمتعي بأحلى طرت
زكي كتير كتير حتعجبك يعني. شكلها طيب لأنه بالجوز كمان. أنا كتير بحب. طيب مع الحلويات. اللي ما بيحبوا الجوز ممكن يحطوا بندق، ممكن تحطي الفستق السوداني. أي نوع من المكسرات بتقدر تستعملي، ممكن تعمليها بالفستق الحلبي، بتجنن. أعزائي المشاهدين إن شاء الله الوصفة تكون عجبتكم، هي عجبت مروة لغاية هلأ، بس لما تدوقها تعطينا أكيد حتعجبني تعطينا القرار النهائي نشوف بعد هيك طريقة التقديم. خلطنا مكونات العجينة مع بعضها، قطعناها إلى كرات وفردناها في القوالب، خلطنا مكونات الحشوة وزعناها على القوالب وخبزناها. تارت الجبن بالجوز. مقادير العجينة: 2 كوب دقيق، ملعقة كبيرة بيكنج باودر، 2 ملعقة كبيرة جوز مطحون، رشة ملح، كوب زبدة لينة، 2 حبة كبيرة بيض، ملعقة صغيرة فانيليا سائلة. الحشو: 8 مكعبات جبن كريمي، ربع كوب سكر ناعم الحبيبات، بيضة، نص ملعقة صغيرة فانيليا سائلة. الطبقة العلوية: كوب سكر ناعم بودرة، ملعقة كبيرة حليب، ربع ملعقة صغيرة فانيليا سائلة، وللتزيين جوز مقطع أنصاف أو صحيح. مروة احنا هلا الفكرة اللي عملناها، الطبق اللي عملناه، انا عندي دائما في نهاية كل حلقة في عنا هدية. انا عندي هلا قالب الكب كيك هذا نفس اللي انا استعملته، بس انا حابة اهديه هدية، فبحطه بالشكل هذا. عندي طبعا القطعة هذه برضك بتيجي مع الخشبية، بيجي هو طائم مع بعضه بالطريقة هذه. الفكرة دائما انه ممكن انت طبعا تقدم هدية عادي، شريتي هذا القالب بتغلفيه وبتوديه لصاحبتك، بس ايش رايك انك انت تطبخي لها فيه الوصفه اللي عملناها هذه بالشكل هذا؟ شو رايك تحطيه بالطريقه هيك، نغلفه ونوديه بالطريقه هاي. هاي فكره جديده شفتي هيك الهديه ومع طبق حلو هيك تكون بالضبط تكون جربتها وبتشجعها. ايوه بتشجعها انها تجرب القالب، وبنفس الوقت يعني بتحسيها هديه واقعيه. انا بحس يعني عارفه ريل. ايوه وصلنا القالب مع بالضبط طبق جاهز بالضبط. يعني بتعطيكي كمان روح هيك خاصه، بدل ما تغلفيها هيك اشي جامد هيك كانه لمسه من ايدك فعلا بتبقى كتير لطيفه. يعني انا عمري ما قدمت هديه الا عملت فيها هيك حركات. لازم في لازم يكون في شيء. حتى اي قالب بتقدري انت تبتكري فيه هيك شيء يعني. ويا حبذا يعني اذا كان في مجال كمان تكتبي الوصفه على كارت هيك صغير وتقدميه مع الهديه، برضه بتبقى فكره كتير لطيفه. يبقى احنا اعزائي المشاهدين، انا نسيتكم قاعده احكي مع مروة، بس عشان كنا بندردش شوي سوا، هديتنا اصبحت جاهزه، مجرد ريبون. اي فكره عندك تقدري تطوريها وتقدميها بشكل خاص ولمسات لطيفه. شو رايك مروة؟ نلفها بالطريقه هاي. تمام، ناخذ هذا تحت اوكي، وارجع ادخلها بالشكل. يعني يبقى احنا هديتنا هلا اصبحت جاهزه. وطبعا هيك فكره لعروسه جديده ممكن دخلت جوا هاي اوكي، ممكن نقص هذه القطعه مباركه زي ما مروة قالت. ساعات انا بحب اهدي الهدايا هذه، تخيلي ممكن ما يخطرش على بالك ممكن اهديها لمين.
يعني ممكن مثلا صبية خلصت مدرستها ونجحت أهديها هيك إشي. ليش في فترة الصيفية ممكن تستغل هذا القالب في إنها تنمي مهارتها في المطبخ، بدل ما الكل بيجيب لها هدايا هيك تقليدية عطور ومش عارف إيش، أنا لا بتلاقيني بقدم منها قوالب كب كيك وهيك أفكار. يبقى هديتنا أصبحت جاهزة، ومروة طالما أنت شاركتي معي بهالحلقة أنا حقدم لك إياها. شكرا كثير مروة ثانك يو كثير، واستفدت كثير يعني اكيد اهلا وسهلا فيك. شكرا لك. اعزائي المشاهدين اشكركم، ونشوف الختام الحلقه.